غسان اسماعيل صديقي من ايام الكليه ايضا خريج فنون خريج معهد وكليه بس عنده شهادتين حلو. غسان من 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 ابرز الشباب اللي يشتغلون بس كان ما ماخذ فرصته. غسان كان عنده سياره تاكسي بس دماغه كله فن الله اي. فكان اول حكايه قال لي اياها بعلج يعني عفوا بلاية بطيخ من اشتغلنا من اجا وياي قال لي علي ارد اخلص من التاكسي لانه فنان حقيقي. فقال لي بس نطلع الفلوس اللي من خلالها اقدر انه ما اطلع بالتاكسي لان هو مطلوب من عنده يوميا 25000 دينار قسط السياره لا مصرف البيت فقسم يعني قصص هواية يعني أتمنى إن شاء الله غسان يكون ضيف في الحلقات القادمة وراح يغنيك لأنه عنده هواية قصص. غسان فنان يجبرني ويجبر أي مخرج إنه يشتغل وياه لأنه عنده إمكانيات عالية. فعن طريق زمالتنا القديمة وعلاقتنا الطويلة الأمد الأخوية قبل ما تكون فنية وإيمان المطلق بي بس هو ما كان يشتغل كوميديا وما مقتنع يشتغل كوميديا وأنا قايل له أنت لا تشتغل كوميديا والله تكسر الدنيا يا عمي ما يقبل. أخير شيء مع أول نجاح آمن واستمر وهو هسه من أكثر المواظبين يعني كلش ملتزم بس يحب يطفر بسرعة يخلص شغله يطفر هذا السين بيناتنا.